السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا هنعرف مع بعض تركيز الله سمارت بوكس جروهي بالشكل المتعارف، زراير سمارت بوكس كنترول اهو. هنعرف وقت طريقة تركيبه واللي احنا هنقوله فيه ان شاء الله. طبعا مبدئيا انا عندي المينيو والماكسيموم اللي احنا متفقين عليهم مرة. طبعا ده المينيو والماكسيموم اللي احنا بنتكلم فيه، ان يكون الشراره دي بتاعتي الكل بره، فبتقص بصفيحه منشار وتكون معاك عدله، بتفك الاربع مسامير بتوع الطبه وببدا اشد الطبه بتاعتي طبه عشان الكبس والاختبارات اللي انت شغال ساعه التاسيس والكلام ده. طبعا لو بصينا هنا كده عندي ده القلب نفسه، ده الكفر، ده الوش النهائي، ده الصباع، دي الدعامات، ده العلامات، المسامير، الشحمة. نعرف كل ما مبدئيا بعد فكيت الطبه ما ينفعش اركب على طول، لازم افتح المحبس طلع معايا شويه التراب اللي هيكون هنا. طبعا المحبس بتاعي هنحطه تحت لفوق. هات الميه هناك، روح هات هناك، هات هناك، قرب قرب هناك. لازم افتح زي كده ويطلع لي التراب بتاعي من قلب الخلاط علشان ما يعملليش تراب او رواسب داخليه في القلب بتاعي. طبعا القلب عادته كده الظهير بتكون من فوق، الظهير بتاعتي بتكون من فوق. طبعا الجوان لازم تتاكد ان هو عدل عدل تماما، ما يبقاش فيه اي عضعضه او يكون مقلوب منك او الكلام ده. طبعا الشحم جروهي يفضل جامد جدا، يبقى بحيط شحم صغير قوي، فانت حاول تخليها معاك على القلب بتاعك بالظبط. بص يعني ايه حته على الجوان كده، لازم انيم الشحم كويس قوي وامشي على الجوان واتاكد ان هو نايم في مكانه، ما فيهوش حاجه كده او كده. الله اكبر. طبعا اهو زي ما سيادتك شايف، امشي على الجوان بتاعي كويس قوي. طبعا هنبدا نخش كده اهو، احنا قلنا العدله بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص حضرتك، ادي الاثنين الدخول وادي خروج يمين وفوق وشمال. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا حاطط القلب بتاعي، هاجي اخش بيه الاربع مسامير بتوعي دول. بص بالمناسبة أنا عندي شايف المسمار الأصفر ده، ده اللي بيربط الكفر النهائي، ده مسامير القلب اللي هتخش في الفتحات دي. جايبين معاك الفتحات اللي هي أصلاً في القاعدة بتاعت، دلوقتي أنا بثبت في القاعدة بتاعت الخلاط. باين معاك الكلام؟ باين. طيب قبل أي كلام لازم سنونك تكون داخلة كويس وما تحرقش غير لما توزن، عشان الخلاط بتاعك لو انت بتهتم بالشكل يبان الشكل معاك، ان الثلاث زراير ميزان والكلام ده ما يبقاش مايل منك يمين او شمال. حتى الخلاط ما تجيبش دماغ. انا جايب الخلاط ما تقلقش. لف كده ولا كده، اعمل لك اي حركه كده. مش يا حركاتك كاتك كاتك يا جمالك يا ابو علي. واحدة واحدة. وتجري ليه؟ كده أنا شبطت، ما ينفعش أقفل غير لما أوزن. لازم أحط الميزان بتاعي. بص الميزان عامل إيه؟ ماشي؟ في بوش. بص أنا هعمل إيه دلوقتي في البوش؟ في بوش يلف معايا الخلاط زي ما أنا عايز. زي ما قلنا لو انت بتهتم بالتفاصيل لازم يديك الخلاط ميزان زي كده، وهبدا احرق، والتحريق بتاعي بيكون واحده واحده، ما بيكونش ورا بعضه. يعني مسمار مسمار والتحريق يعني واحد واحد، ما ينفعش اعمل الاربعه من واحد مره واحده. ليه؟ هتلاقي الجوان معاك ملص، الجوان هيملص وهيسرب منك ميه وهيتعبك. كده انا خلاص تمام معايا اهو.
احط الميزان على الزراير بيديني ميزان زي ما سيادتك شايف كده، يبقى انت كده شغلك تمام. وانت شغال وش مربع هيديك ميزان معاك على طول. طبعا كده خلاص الدنيا معانا تمام اهي. بعد كده حضرتك ابدا اخش بالوش بتاعي. طبعا الوش دوت الخواجه عامل لك جوان، عايز تديله سيليكون ماشي، مش عايز خلاص انا عندي الجوان هيقفل وممكن نديله سنه سيليكون، مش هنخسر بعض لو خد معاك سنه سيليكون خفيفه. سيليكون عشان خاطر ما يعديليش ميه داخل البلاط. حد بيرن؟ مين؟ خلاص بديله سيليكون يعمل لي احكام للغلق علشان الشغل بتاعي يجي معايا بالظبط 100 100 و1000 1000. طبعا الفريم ده بيثبت بالمسامير بتاعته. طبعا اللي هي عادله هنا اهي. نعم. بص كده شايف البطحه دي؟ شايف الفتحه دي كده؟ لازم تيجي مع الفتحه دي. هي الفتحه دي الشرشره دي الشرشره دي لازم تيجي في الفتحه دي اللي هي في النص هنا دي. فانا بظبط ده كله لتحت اهو، بظبطه كله لتحت اهو، واظبط دي معايا لتحت ودي لتحت ودي لتحت عشان لما اجي اخش كده واقول بسم الله طبع معاك زي ما انت عايز، زرارك شغال زي الفل مفيش في منه اي مشكله. ابدا اخش بالاربع مسامير بتوعي ما هو اللي هو الخرم الاصفر اللي احنا كنا اتفقنا عليه في القاعده الصفراء. طبعا احنا حطينا سيليكون احكام للغل البلاطه دي مضلعه، فالجوان احنا بنقول ايه زياده امان. انا ممكن انا لعلمك ما بحطش سيليكون بس انا بقول ايه زياده امان. هطبع الاربع مسامير بتوعي نهائي. ويا حركاتك يا تكتك يا جمالك يا ابو علي، وقف سيكه كده. طبعا حضرتك بص الفريم بيطبع، بص بيلم نفسه كويس جامد اهو، بيقفل سنه سنه كده خلاص انت الدنيا معاك تمام. هحط الورد ديت عشان خاطر لما مؤاخذه ايدك ما توسخش الطبق بتاعك الفريم بتاعك. امسح السيليكون الزياده ابدا احط الصباع. بص الصباع شايف البطحه هنا كمان في بطحه اهي. بص اهي كده خلاص بقى راكب معاك تمام اهو. نفس الموضوع برضو العدله مع العدله. كده الدنيا معاك تمام. طيب دلوقتي الصوابع دي طويله، طبعا هو الخواجه مديك الصوابع طويله ليه؟ عشان لو بتاع البلاط برز معاك لبره شويه فانا عندي بتاع البلاط محترم المينيموم والماكسيموم، فانا هعوز اقطع منه. فهركب اهو بخليه على وضع الفتح اهو اللي هو بارز لبره ما بيبقاش التاتش لجوه، وهبدا اقطع على الوش البرتقاني عشان لما اجي اقفل الزرار بعد كده. وقف. طبعا خلاص انا قطعت الصوابع زي ما انا عايز، وما تنساش ترجع الدعامات بتاعتك واخد بالك. طبعا انا شلت الدعامات عشان خلاص انا هشتغل اربط الصواميل بتاعتي. طبعا سن اقوص وهنا في الصباع سن قلاوز. سمي الله. ماشي اهو. الزرار شغال معاك اهو. بسم الله. واحدة واحدة بتجري ليه؟ لازم السن بتاعك يخش عدل واخد بالك اهو. الشغل بتاعي
شغال زي الفل اهو برضه نفس الموضوع. سمي الليل كده انت بالصلاه على النبي شغلك بقى معاك تمام زي الفل اهو واخد مرحله. طبعا انا عندي هنا الصوابع بتاعتي، انا عندي هنا في جدات وفي رين شاور، ده بتاع الرين شاور اهو اللي هو المياه الكتير اللي هو اللي في النص. طبعا ليها عدله وليها مانيوم جوه اهو بينام في نفس مانيوم الصباع. عندي مخرج الجتات، ده مخرج الهاند شاور اهو برضه نفس العدله. بيخش معاك كبس. وعندي مخرج الجتات هنديها اللي هو المياه الكتير ديت كده. قفلنا الزراير معانا زي الفل. هبدا اخش بالفريم النهائي. طبعا ده الليسانس اللي هو المدور في اليورو كيوب المربع اللي يعجب سيادتك تجيبه، محدش هيقول لك لا. بص هو بيخش كبس فوق وتحت كده خلاص قفل معاك. اللي هي بظبط درجه حراره الميه في المفكر، بتخلي الشرطه دي هنا كده اهو لحد ما تشغل السخان وتظبط درجه حراره الميه بتاعتك اللي انت عايزها اهي كده على العدل لحد ما بظبط درجه حراره الميه بتاعتي. وبخش دي طبعا مشرشره والاكره بتاعتي هنا مشرشره كده خلاص دخلت تمام اهي. واقفل الاكرة بتاعتي كده. شطب معايا خلاط سمارت بوكس جروهي بكل حركاته وتكاته واناقته وشياكته، ويا رب نقول اعجابكم. وطبعا كنا يا رب يكون ربنا اراد ان احنا نوصل المعلومه بسرعه واشتغلنا مع حضرتك صعوبته باذن الله. هو سهل جدا محدش يخاف منه، وان شاء الله هنتكلم عنه كتير جدا. بس يعني احنا بس نصور بسرعه عشان خاطر التليفون عمال يرن. ما تنسوش بصراحه دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.